كابتن فواز عاد إليكم من جديد، وآخر خبر معنا اليوم يهم العفو الرئاسي اللي شمل عدد كبير من المساجين بمناسبة عيد الاستقلال، وهذا المنصف المرزوقي فسر لنا الحكاية. تفضل سيدي الرئيس. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. هو صحيح أنا قمت بإعطاء العفو الرئاسي للمساجين، وكما يقولوها لا محكوم عايش في خير. هما محكوم عليهم بالسجن ويجب إطلاق سراحهم، وأنا محكوم عليا باش ننفذ الأوامر وتنظيم الرحلات. أنا تصبب ماء على اليدين كما يقولون، وهذه من صلاحياتي القليلة التي نتمتع بها، فلذا كل ما نلقى الفرصة أو عيد وطني أتخذ القرار ويكون هناك دور فعال لرئيس الدولة. وأنا نعطيك مثال حتى السادة المشاهدين يفهموا علاش أنا أعطيت العفو الرئاسي. توابو عنده زوجين، واحد في الحبس وواحد سيفيل. ندخلوا اللي في السيفيل للحبس وإلا نخرجوا المحبوس للسيفيل. تي بالطبيعة ناخذ صباط اللي ما عندوش كلاس. سمحني نخرجوا المربوط. يا خويا وانت اشبيك نهار كل شد فخناق تي سايب المربوط. عندك الحق يا سي المنصف، اما مش سايب المربوط، سايب الماء على البطيخ. هكا وصلنا نهاية كراكوز، في امان الله.